بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، شوطنا العاشر يندفع، شوطنا العاشر يذهب هنا في هذه المشاركة الجميلة والمميزة، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوة المشاركين في شوط الجعدان المهجنات الاصائي الاسهد الاسد، وبيكشر عن انيابه. خذوا الحذر، محمد بن يمعه بن صبيح هو من يدفع بالاسد، ناصي ياتي بثاني المراكز، عبد الله بن علي بن حميد انا النقله هناك على الحذر، علي بن حميد الرزدي ثالثا رابع المراكز، متعب مع محمد بن سالم بن واس، انتقل وياكم الى المركز الخامس اللي في المركز الخامس اللي في المركز الخامس. هنا شعار علي بن سيف الكعبي مع الفارس، نقلتنا الى سادس المراكز، شكلان محمد بن فارس الاجتبي سابع المراكز اللي في المركز السابع، وصل مرضي علي بن يمع بن سبت السويدي، بينما اللي في المركز الثامن الشريع في ثامن المراكز، هنا من يتواجد سعيد بن محمد بن حزيم يقدم لنا السريع النقلة هنا على المركز التاسع اللي هو راهي، ما شاء الله يا ابو سيف علي بن سيف الكعبي من يقدم الفارس النقلة على رابع المراكز اللي غير هذا المركز الثالث السريع، وسعيد بن محمد بن حزيم. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة أيها الأخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، ولكن اليوم يوم الفرسان، اليوم يوم الفرسان يا أبو سيف. يلا مع الكوب، مع الجو المميز، الفارس علي بن سيف الكعبي، وعيني عليك باردة، عيني عليك باردة، ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو سيف. لو تشغل السماعة شوي بس، سمع صوتك، انه محتاج صوتك، ما شاء الله. قلت لكم اليوم يوم الفوارس، من الاسبوع الماضي هو مبعادي، ما شاء الله، من الاسبوع الماضي هو شيء تحت راسه، مخبي شيء اسرار، يبغى يستنى شوي ويعرف موقع الصحيح. سلام 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 لند الحمر ايها الاخوه، سلام لند الناموس، سلام لند علي بن سيف الكعبي، وين ما يسكن علي بن سيف الكعبي بمناسبه فوز فارسي هذا الشوط، وهاي الحواصل الفارس الى خط النهايه مع الفوز الناموس. ناصي علي بن عبد الله بن حميدان المركز الثالث، او عبد الله بن علي بن حميدان المركز الثالث السريع، سعيد بن محمد بن حزيم المركز الرابع، محمد بن سالم بن واس خمس مراكز لعلي بن معبس حبت سويد. التوقيت الزمني 6 دقائق 22 ثانيه و 34 جلسة. تهانينا والناموس لعلي بن سيف الكعب بمناسبة فوز الفارس بالمركز الأول.